بأفلام الانديبندان المستقلين السينمائيين بلبنان وبالعرب، يعني ما ضروري يكون داري السينما، في يكون بيحبها وعامل فيلم انه حلو. الافلام المشاركه من الجامعات اللبنانيه كلها تقريبا اللي بتعلم سينما بلبنان، والبلدان المشاركه هن مصر، سوريا، العراق، فلسطين، المغرب، وبعد في يمكن بلد لا ما بفتكر هون. نعم، قديش عدد الافلام بس كلهم على بعضهم غنى؟ بيطلعوا 45 فيلم. 45 فيلم، وانا عرفت انه كمان رح يكون في عرض للفيلم الوثائقي اللي انعرض السنه الماضيه بمهرجان كان، وهو عن الثوره المصريه، ما هيك بساحه الميدان؟ رح ينعرض بس بارتي وحده منها اللي هي البارتي تبع المخرج المصري شريف البندري. نعم، رح ينعرض هون لاسباب ما قدرنا نجيب كل الفيلم. هذا هو الفيلم اللي عم بيتصورونه بكل الاحوال. بنشوف هذا الفيلم المصري، بنشوف المشاهد مع صوت وصوره. يلا دول من لي زيكستري. فاذا عم نشوف بعض المشاهد نحن غنى. ليش قلتي لنا؟ هيدا الفيلم لزينة الخطيب. هلا هي تخرجت سنة الماضية من اليزاف، من اليسوعية. يعني مثل ما ذكرت الافلام ما ضروري الشخص يكون هو طالب كان دارس سينما، وما ضروري كمان هيدا يكون بروجي ديبلوم تبعه بروجي التخرج. المهم يكون فيلم اكيد عنده كل المعايير يلي بتخوله انه هو يشارك بالمهرجان عاده، يعني اللي بنعتمدها نحن بالسينما. نعم، نحن هلا رح نشوف كمان الاعلان عن المهرجان بهالمشاهد. هيدا كان اذا الاعلان قصير خفيف نظيف صغير مهضوم بيقطع بسرعه. غنى، في لجنه بتنقي الافلام يلي بدها تشارك، وفي لجنه بالنهايه كمان بتوزع الجوائز، والملفت انه اللجنه هن كمان شباب، يعني مش حدا صار له فتره طويله بالمجال. قررتوا يكون هيك الموضوع ليش؟ نجح حب انه السنه يعطي الفستيفال طابع شبابي، فكنا عم نحضر الافلام انا وغنى حشيشه وريم مهتار وساره حماده، هن الصبايا اللي عم نشتغل قربتنا على المهرجان اكثر شيء. انتم نفسكم رح تنقوا الفيلم يلي بيربح بفيلم المهرجان؟ لا، لجنه الحكم اللي هن خمسه سنه هن رح ينقوا الافلام. مين هن؟ عندك فكره؟ عندنا ثلاث لبنانيه اللي هن زينة صفير، هي مخرجه ومنتجه لبنانيه. هاي زينة. هاي زينة. إلي خليفة المخرج. إلي خليفة المخرج اللبناني. فيكي حبيب صحفية. عنا من المغرب رشيد بوتونس، كمان منتج ومخرج مغربي. وعنا من مصر شريف البندري اللي هو مخرج شاب مصري كمان. نعم، فاذا يمكن هيك كل هالصبايا وهالشباب يلي مقدمين افلامهم هن كثير محمسين لهيدا الشيء. الفيلم يلي بيطلع له الجائزه الاولى شو بيكون؟ شو هي الجائزه؟ بتكون عباره عن شو؟ اكيد هي معنويا بتكون كثير قيمه لإله، ولكن بالمقابل ما بعرف بتخوله يمكن يشارك بمحترف عمل معين او يحضر مهرجان معين، ما بعرف. الجائزه لا، بعد ما قررنا يعني فعليا الجائزه الاولى شو بتكون، بس رح يكون كثير مبسوط. انا طبعاً سنة الماضي كنت كثير مبسوط لاني مرقت بهيدي التجربه. هي معنويا اكيد مزبوط، يعني لحالها ما كنت قدرت عملت اللي عملته. أوكي. انا كنت طلع لي شيء من عند فاتيك. فاتيك كل سنه بيشارك معنا بالمهرجان. نعم، خلينا نقول غنى انه المهرجان اذا ببلش ب 14 شهر، وعروض الافلام بتبلش ابتداء من الساعه 6:30، بس ختام المهرجان رح بيكون موسيقي محض، يعني ما خصه بالافلام. مزبوط، من انه الفيستيفال عم ياخذ طابع شبابي، حبينا كمان نستقبل على اختتام كمان شاب جديد لبناني، مغني مايك ماسي اللي هو شاب كثير، يعني اغانيه انا كثير حبيتها. نسلم عليه على فكره. سلم عليه. والتيكتس لهيدا الكلوزينج كونسرت رح ينباعوا بجيلار بوك ستور بالحمراء حد مسرح المدينه. العروض وين رح بتكون للافلام بس؟ لا، بالختام
لا العروض بمسرح المدينة كلها. بمسرح المدينة كمان. بالستة ونص. نعم. بس بدي زيد شغلة إنه نحن من الستة ونص للسبعة عم نعرض الأفلام التخرج تبع لجنة الحكم. نعم. يعني إلي خليفة وزينة حبيب زينة سفير نعم. وشريف. غينا نعم. خلص وقتنا ما وقفنا فينا نعطيك وادي غينا دوم منسقة عامة بنادي لكل بالمهرجان مهرجان فيلم العربي القصير. بنشكر حضورك معنا قبل كل سنه. انتقل مباشرة بلحظات قليلة لاستوديو كلام بيروت مع رولا. صباح الخير رولا ومصبح ضيفك بالخير البروفيسور ابراهيم نجار. صباح الخير عم بسمعكم لكم وللمشاهدين وكمان اهلا وسهلا فيك دكتور ابراهيم نجار وزير العدل السابق ضيفنا بكلام بيروت وبالطبع حضوره مميز وعزيز علينا طبعا. بالمستقبل وبكلام بيروت اشتقنا لك كل المواضيع البارزة اليوم بالبلد رح نحكي عنها معك واكيد عن مسائل قضائيه وعن هالسجلات يلي صايره على خلفيات عديده من الانفاق المالي لداتا الاتصالات لمواضيع تانية. نعم شكرا لك رولا. ما بعرف اذا سمعني صبحتك بالخير استاذ ابراهيم. صباح النور. صباح حضورك واشتقنا لك عن جد. مل عليكم. ميرسي كلك. مل عليكم. حلقه موفقه لكم اليوم. يعطيك العافيه رولا. شكرا. رح نختم قلنا بالعاده نختم مع تقرير رياضي بس في عنا خبر غير رياضي اليوم نختم فيه حلقتنا. رح ننتقل الى صيدا تحديدا الى دار المعلمين حيث نظمت الجمعيه الفلكيه بالتعاون مع وزاره الثقافه امسيه فلكيه بعنوان كن نجما تم خلالها تبادل وعرض للمعلومات الفلكيه مع الشباب اللبناني. احنا بنشوفكم بكره بحلقه جديده من اخبار الصباح. كونوا معنا بنتمنى لكم ويكند حلو. باي باي.